تخيل يخلونك في خزينة بنك ويقولون لك عندك 10 دقائق تاخذ اللي تبي، فما بالك بأن الله سبحانه وتعالى جعل لك 10 أيام تأخذ من كنوز الجنة. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. فها قد أقبلت أفضل أيام الدنيا التي أقسم الله بها، الحسنة فيها لا كغيرها من الحسنات، تتضاعف الأجور إلى ما شاء الله أن تتضاعف، فلنكثر من العمل الصالح.